معقولة في حتى الآن بعض المفاهيم اللي بتنتشر اللي فيها تعامل مع المرأة بعنصرية شديدة، لكن كمان فيها ده فيها اعتداء على شرع الله. يعني هنا في هتشوفوا في المناطق في البحيرة الميراث والمرأة، فيقول لك لا، أصل المرأة بتتجوز ولو كتبنا لها الأرض باسمها بالتالي الأرض هتبتعد عن اسم العائلة وهذه المفاهيم. فيقولوا له طب احنا ندي لها فلوس، ما نديلهاش الارض، او ما يديلهاش خالص، ما تاخدش خالص. وبالتالي هنا مشاكل كلها تحت مظله العنصريه ضد المراه والتعامل معاها على انها اقل من نصف انسان حتى، والتعامل معاها على انها يعني لا تستحق ذلك. معقوله نسيب هذه المفاهيم تنتشر دون تدخل؟ فيها حقوق مغتصبة، لكن الأسوأ من الحقوق المغتصبة هي المفاهيم اللي لما تنتشر فيها اعتداء واضح على حقوق المرأة. رغم أن حق الإناث في الميراث في التشريع الإسلامي واضح كالشمس في كبد السماء، ما زال كثير منهن يحرمن حقهن من الميراث بحجة أنهن إناث. الموجود هنا أن البيت بتاخد، ما بتاخدش أرض، ما بتاخدش حاجات، بتاخد فلوس، بتاخد فلوس، ويا كده ما تاخدش خالص. أبويا متوفي وما بيدوش ميراث للحريم، ويعني واكلين حقنا هنا، والله حقنا رايح اساسا. في ناس كتير بتورث شرع ربنا، وفي ناس برضو كتير ما بتديش البنات واولادهم حقهم، بيدوهم بدل الارض فلوس. بالنسبه للمراس يقول لك ندي الصبي، بس البيت حقها مهضوم، ما بتاخدش. ان خدت في البيت تاخد، يقول لك لما تتطلق هتقعد في البيت، لكن طول ما هي حلوه مع جوزها حلوه، بس ملهاش لا في الغيط ولا في البيت. هنا الوضع عندنا بالنسبه للتوريث، الراجل بيفضل انه يدي لابنه ولكن ما بيديش بنته. بنته ده جايبه لا مؤاخذه، بقول لك ابن بنتي ده حامل، مش حامل اسمي، حامل اسم اهليها، اهل جثه هم اللي يدوله. كل الاهالي بتبدي الصبيان عن البنات، بتقول لك طالما البنت اتجوزت ده ميراثها الشرعي، ملهاش ميراث تاني، هو ده بس اللي احنا ولجأنا للمحاكم ولجأنا لكل حاجه، ما فيش فايده. هنا في المدن بيقرسهم الولد والبنت زي بعضه، في الارياف ما بيحترفوش بالبيت، لان بيقول لك دي مش هتاخد الارض وهتبيعها. حكيت الميراث، طلبت بالميراث كتير قوي، بابا ساب لنا ميراث كتير، بس اخوات الصبيان ما بيدوش الميراث للستات، الراجل هو اللي ياخد الميراث بس، الست بتاخد، بتمنوا الميراث، لو من مليون بيدوها ربع. لم يعد الامر يختلف كثيرا في المدن عنه في الريف، فالظاهره منتشره على نطاق واسع. عندي اكتر من قضيه بيعانوا الاناث فيها والسيدات، من بعد مجرد ما بيتجوزهم اذا توفى والدهم خلص الميراث على كده. موضوع الميراث من الموضوعات الهامه، تشريعها لم يترك حتى الحق تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ان يتولى هذا الامر، حدده الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين فيقول: من اقتطع من مسلم ميراثا ولو شبرا اقتطع الله ميراثه من الجنه. انت عايز تاخد في ميراث في الجنه ولا مش عايز؟ واللي عايز ربنا يبارك له في ماله، ويبارك له في اولاده، ويبارك له في صحته، ويبارك له في زوجته، خلي اولاده طائعين، يتقي الله ويعطي المراه حقها. طبعا لا يمكن يا جماعة أن نسمح بانتشار هذه المفاهيم ولا القبول بها، وزي ما بقول لكم الأخطر من الحقوق المغتصبة أن الست والبنت ما بتاخدش ميراثها، لأنها متهمة أنها بنت أو ست، فبيقول لك هتبيع الأرض يعني، أو هتبقى يعني مش باسم العيلة خلاص يعني. وبالتالي هنا الأسوأ بقى هي أن المفاهيم دي تنتشر بهذا الشكل. والحقيقه ما كنتش مصدق انه ممكن يكون في الاعداد كبيره الى هذا الحد. هنا ده محتاج مش التدخل القانوني فقط، لا كمان التدخل من الجمعيات المعنيه حتى
بمناهضة العنصرية ضد المرأة، ده القضية حتى يعني الشرع فيها واضح يعني والقانون فيها واضح، ومع ذلك العنصرية بتنتصر على كل شيء.